السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما شرحنا حساب النهايات، اليوم إن شاء الله غادي نشوفه الأشكال الغير محددة. غادي نخدمه بعض الأمثلة، نشوفه كيفاش غادي نتهناو من شكل غير محدد. بالنسبة للأشكال غير محددة راهم كاينين ربعة. كاين عندنا بليس لانفيني مو لانفيني، هادو راه بيناتهم جمع ماشي بيناتهم ضرب. زيرو في لانفيني، سوا زيرو في بليس لانفيني سوا زيرو في مو لانفيني، هذا شكل غير محدد. زيرو مقسم على الزيرو و لانفيني على لانفيني. غنشوف واحد الامثله وغنشوفو كيفاش غادي نحاولو نخرجو هاد لي ليميت هذا. بالنسبه لهاد المثال هذا ديال الداله، الا جينا نعوضو اكس بليس لانفيني غتعطينا 4 في بليس لانفيني. بليس لانفيني اس 3 راه قلنا بليس لانفيني اس اي عدد سوا زوجي سوا فردي راك تبقى بليس لانفيني. دونك 4 في بليس لانفيني موان، وهنا اكس غنعوضها بليس لانفيني يعني بليس لانفيني هنا. اذا نجيو نحسبو غتعطينا بليس لانفيني موان مع هاد الموان غتولي موان لانفيني يعني بليس لانفيني موان لانفيني، هذا شكل غير محدد. نشوفو واحد مثال اخر، الى عوضنا تاني هنا اكس بموان لانفيني، موان لانفيني او كاري راه هي بليس لانفيني حتى جوج عدد زوجي، اذا ناقص جوج بليس لانفيني هي ناقص لانفيني. ناقص 5 الى ضربناها في موان لانفيني ناقص مع الناقص راه تعطينا بليس لانفيني يعني ناقص لانفيني بليس لانفيني. دونك دابا غنطبقوا خاصيه ديال الحد الاكبر درجه، هذه واحده من الخاصيات اللي كتحيد لينا الشكل غير محدد وخدامه صالحه غير الدواء اللي كيمشيو لانفيني. الى خدينا الحد الاكبر درجه هنا راه هو 4 اكس بلس 3 يعني 4 مضروبه في بليس لانفيني اللي هي بليس لانفيني. الداله الثانيه الى خدينا الحد الاكبر درجه ناقص 2 اكس او كاري، الى عوضنا بموان لانفيني موان لانفيني او كاري راه هي بليس لانفيني حيت 2 عدد زوجي، اذا ناقص 2 في بليس لانفيني راه هي موان لانفيني. نشوفوا مثال ثاني. هذا المثال هذا فيه واحد الداله جذريه، نشوف واش من شكل غير محدد غيعطينا. 4 الى عوضنا اكس موان لانفيني موان لانفيني اس 3 راه 3 قلنا عدد فردي يعني موان لانفيني. دونك 4 في موان لانفيني ناقص موان لانفيني او كاري راه هي بليس لانفيني لان 2 عدد زوجي، 3 في موان لانفيني اس 7 هي موان لانفيني. نشوفوا الحساب الفوق، 4 في موان لانفيني راه هي موان لانفيني، موان لانفيني مع البليس غتعطينا موان لانفيني. دونك هنا لتحت موان لانفيني في 3 راه هي موان لانفيني. كيف ما قلنا الفوق هذا راه هذا شكل محدد، هذا اللي الفوق موان لانفيني موان لانفيني راك تعطي موان لانفيني، وبليس لانفيني بليس لانفيني كتعطي بليس لانفيني. وقتاش كيكون شكل غير محدد؟ الا كان موان لانفيني بليس لانفيني ولا بليس لانفيني موان لانفيني. دونك هنا موان لانفيني سيغ موان لانفيني هذا هو شكل غير محدد. اذا غنشوفو خاصية ديال الحد الأكبر درجة، يعني غنشدو الفوق 4 إكس أس 3 لتحت 3 إكس أس 7، غادي نختازلو إكس أس 3 لتحت مع إكس أس 3 الفوق غتبقى لينا 4 على 3 إكس أس 4. إذا نعوضو إكس بموان لانفيني، موان لانفيني إلا رفعناه أس واحد العدد الزوجي راك تعطي بليس لانفيني. دونك 4 على 3 فوا بليس لانفيني، لتحت غتبقى لينا بليس لانفيني والفوق 4 يعني 4 على بليس لانفيني راه هي 0 بليس، حيت 4 عدد موجب لتحت ثاني موجب لتحت عدد كبير بليس لانفيني راه عدد كبير، اذا النتيجه غتكون هي 0 بليس. نشوفوا واحد الامثله اخرين يعطونا شكل محدد اخر اللي هو 0 على 0. مثلا هنا هاد الداله الجذريه هذه اكس او كاري ناقص 9 على اكس موان 3، الى عوضنا ب 3 الفوق راه تعطينا 3 او كاري اللي هي 9، 9 ناقص 9 على 3 ناقص 3 هي 0 على 0. في هذه الحاله هذه غنعتمدوا على الاختزال، غنعتمدوا على الاختزال. كيفاش غنديروا؟ غادي نخرجوا واحد اكس موان 3 من هنايا من الفوق باش نختزلوها مع التحت. كيفاش غادي نقدروا نخرجوها؟ عندك نعطي واحد التذكير متطابقه الهامه رقم 3، ا او كاري ناقص بي او كاري كتساوي ا ناقص بي عامل ا زائد بي. الا طبقناه هنا غنشوفوا شنو غتعطينا. خصنا نلاحظوا ان 9 راه هي 3 او كاري باش نقدروا نطبقوا هذه العلاقه المتطابقه هذه. اذا اكس او كاري ناقص 9 راه هي اكس او كاري ناقص 3 او كاري. دابا الا جينا نطبقوا هذه العلاقه هذه غتعطينا اكس ناقص 3 عامل اكس زائد 3. الا
اختزلنا اكس ناقص 3 مع اكس ناقص 3 لتحت غتبقى لينا اكس بلس 3، الى عودنا دابا غتعطينا الشكل المحدد اللي هو 6. نشوفوا واحد المثال تاني، غير هنا راه ما غاديش نقدروا نطبقوا متطابقه هامه لتحت، حيت عندنا واحد المعادله من الدرجه الثانيه. اذا الا بغينا نخرجوا اكس بليس جوج، حيت بعدا اول حاجه خصنا نعوضه، ناقص جوج زائد جوج راه هي زيرو، والتحت تاني الا عوضنا غتعطينا 4 ناقص جوج ناقص جوج اللي هي زيرو. دابا خصنا ديما نقلبوا على الاختزال، كيف ما كتعرفوا هنايا هذا راه الاس ديال هاد المقام راه كبر من البسط، يعني هاد اكس بليس دو خصنا نخرجوها من التحت. المهم غادي باش نقدروا نخرجوا اكس بليس دو غادي نحلوا المعادله اللي في المقام. غنذكروا الطريقه ديال حل المعادله من الدرجه الثانيه، عندنا واحد الداله اللي كانت كتكتب على هذا الشكل، ا اكس او كار بليس بي اكس بليس سي. كنحسبوا اول حاجه هي دلتا، دلتا ايغال بي او كار ناقص 4 ا سي. ثاني حاجه نشوفوا داك الدلتا كي داير، ندرسوه. الا كان صغر من زيرو سالب راه المعادله ما كتقبلش حلول فيها، الا كان موجب كبر من زيرو راه المعادله كتقبل حلين اكس واحد واكس جوج، كيتكتبوا على هذا الشكل هذا، اكس واحد ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج ا، اكس جوج هي ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج ا. دابا كيفاش غنخدمو، كيفاش غنحولو هذا لواحد الضرب، هذا كيفاش غنحولوه لواحد جوده من خلال هاد الحلول اللي لقينا. هادشي هذا كيعطينا ان خصنا نستنتجو ان هذيك المعادله كتقدر تكتب على شكل ا عامل اكس موا الحل الاول عامل الاكس موا الحل الثاني. نخدمو نشوفوا الحاله الثالثه وهي الاخيره، اللي هي اذا كانت دلتا كتساوي زيرو المعادله كتقبل الحل الوحيد اللي هو اكس زيرو، كيتكتب على هذا الشكل ناقص بي سيغ جوج ا، ومعادله غتولي كتكتب على هذا الشكل هذا. غنعوضوها ب عامل اكس ناقص اكس زيرو او كار. غتقيدوا عندكم هذا الشيء هذا، وغادي نخدموا هذا المثال هذا بهذه الطريقه وغادي نشوفوا. دابا غنحلوا هاد المعادله اكس او كاري بلس اكس موان 2، غنحسبوا دلتا. قلنا دلتا هي بي او كاري ناقص 4 اس. شنو هي بي هنايا؟ بي هي هاد العدد اللي مضروب في اكس اللي هو زائد واحد، واحد او كاري ناقص 4 فوا ا، هي هاد العدد اللي مضروب في اكس او كاري اللي هي واحد فوا سي. سي عندنا هنا هي ناقص جوج، راه كاين اللي كيدير جوج راه حدو مع هاد الناقص هاد، غتعطينا واحد بلس 8 اللي هي 9. اذا كبر من زيرو، غنستنتجو ان المعادله كتقبل حلين في ار اللي هما اكس ان كتساوي ناقص، الى رجعتو رجعتو داكشي اللي كتبنا قبل غتلقاو بلي ناقص بي بلس جذر دلتا على جوج ا، ناقص بي عندنا هنا هي شحال، ناقص بي هي واحد، هي هادي ناقص واحد زائد الراسين ديال دلتا اللي هنا عندنا هو 9 على جوج ا، جوج في واحد كتساوي واحد، لان هاد الراسين دلتا هو 3، راسين 9 هي 3. اكس ان هي ناقص واحد ناقص جذر دلتا على جوج في واحد، ناقص واحد ناقص 3 اللي هي ناقص 4 على جوج هي ناقص جوج. دابا هاد المعادله هادي غادي نعوضوها. واحد الملاحظه هنا، هادو راه تقلبوا، هادو هادي كانت لتحت هادي الفوق. غادي نشوفوا هاد القضيه، هادي هادا راه لتحت اكس بلس 2 كاينه الفوق. هاد المعادله دابا غادي تكتب على شكل، قلنا ا مضروبه في اكس موان الحل الاول مضروبه في اكس موال الحل الثاني. شنو هي ا هنا؟ هي واحد، هي هذه كاينه واحد هنايا، اكس موال الحل الاولاني هو واحد اكس موان ز مضروبه في اكس موال الحل الثاني اللي هو ناقص ناقص جوج اللي هي بليس جوج. اذا دابا غتولي عندنا لا ليميت على هذا الشكل، اكس بليس 2 سيغ اكس موان ز في اكس بليس 2، غادي نختزلو باكس بليس 2 مع اكس بليس 2 غتبقى لنا لتحت اكس موان ز والفوق غتبقى لنا واحد. وغادي نعوضو دابا بشكل عادي، ناقص جوج نعوضها في اكس، يعني واحد على ناقص جوج ناقص جوج ناقص واحد اللي هي واحد على ناقص 3. نشوفو دابا واحد المثال ثالث اللي غنخدمو بالضرب في المرافق. عندنا لا ليميت ديال اكس موان ز على الراسين ديال اكس موان ز. الى عوضنا اول حاجه نعوضو، ما نخدموش نيشان قبل ما نعوضو، نعوضو هو الاول، نعوضو اكس بواحد غتعطينا واحد ناقص واحد على الراسين ديال واحد ناقص واحد اللي هي زيرو على زيرو، هذا راه كيف ما كنعرفو شكل غير محدد. اذا دابا غنضربو في المرافق، في هاد الحالة هادي كاين عندنا جذر كنضربو في المرافق ديالو. شنو هو المرافق ديال هاد العدد؟
هو جذر اكس بلس ان. بصفة عامة المرافق ديال العدد ا ناقص بي هو العدد ا زائد بي. نضربو دابا في المرافق الفوق والتحت بحال دابا ضربنا في واحد، راه مكيطرا حتى شي غير غادي نحسبو دابا. الا لاحظتو هنايا راه عندنا متطابقة هامة من الدرجة، متطابقة هامة الثالثة اللي ذكرناها قبيلة اللي هي ا ناقص بي عامل ا زائد بي كتساوي ا او كاري ناقص بي او كاري. ا عندنا هنا ا هو جذر اكس وبي هو واحد، يعني هاد الشيء هذا الضرب هذا يساوي لنا جذر اكس او كاري ناقص واحد او كاري اللي هي اكس ناقص واحد، لان راسين اكس او كاري راه هي اكس وواحد راه هي واحد او كاري راه هي واحد. دابا الاهم من هاد الشيء هذا هو ان تبان عندنا واحد اكس موانزه في المقام واكس موانزه في البسط باش نقدروا نختزلوا باش ما يبقاش عندنا داك الصفر فوق والصفر لتحت، لانه اكس موان زار هي اللي مخرجه لنا الصفر، حيت كتعوض بواحد كتبقى لك واحد ناقص واحد لتحت وواحد ناقص واحد فوق، دونك كيبقى فورم ان ديتيرمين. دابا غنتهناو من ديك اكس موان زار غتبقى لنا الراسين ديال اكس بلس ان، نعوضوا دابا بشكل عادي واحد زائد واحد راه هي جوج.